وينضم إلينا لمزيد من المتابعة أيضا من أمام مركز طب الأسرة في قرية الأبعادية بدمنهور مراسل التلفزيون رامي محمد. رامي، بعد التحية أهلا بك. تابعنا جلسات وتابعنا افتتاحات وتابعنا مشروعات وتابعنا أيضا ما تحدث به الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش هذه الزيارة وما يمكن أن يضاف إلى الدولة المصرية وإلى مكنون الدولة المصرية ومخزونها. رامي، أسألك مباشرة وأنت أمام مركز طب الأسرة، الرئيس سأل عن مدى توافر الأدوية، عن أحوال الأطباء، عن الخدمات المقدمة من الأطباء والعاملين على هذه الخدمات إلى المواطنين في محافظة البحيرة. ما الجديد لديك يا رامي؟ تحياتي لك ولكل متابعينا في هذه المتابعة المهمة لزيارة سيادة الرئيس هنا بمحافظة البحيرة وتحديدا في مركز دمنهور، وأنا الآن أقف أمام وبين عدد من المشروعات التي تم بالفعل افتتاحها اليوم. نتحدث الآن وأنا أمام مركز طب الأسرة الذي تم افتتاحه اليوم. هذا المركز من ضمن عدد كبير من المشروعات التي تقوم عليها حياة كريمة هنا بمحافظة البحيرة وتحديدا بمركز دمنهور وبالأخص قرية الأبعادية التي أقف الآن بصدادها. وكما نرى يمكن تتحرك الكاميرا الآن من خلفي، هذا المركز الذي يعمل على خدمة أكثر من 30,000 مواطن هنا في مركز دمنهور وتحديدا في قرية الأبعادية. هذا المركز الذي أعد بعدد من التخصصات الطبية والصحية المختلفة ليرفع عن كاهل المواطنين هنا الكثير من المعاناة السابقة وليخدم المواطنين هنا خاصة في القطاع الصحي الذي دائما ما يرغب وما يتمنى كل الأهالي خاصة في المحافظات المختلفة والمناطق الإقليمية هذا المطلب الكبير في الجانب الصحي. وبالحديث عن حياة كريمة هنا في محافظة البحيرة، نحن نتحدث عن أكثر من 8,000 مشروع خاص بحياة كريمة بجميع مراكز محافظة البحيرة، 6 مراكز هنا في هذه المحافظة، منها مركز دمنهور الذي يتواجد به الآن، أبو المطامير، وأيضا وادي النطرون، وأيضا حوش عيسى، والعديد والعديد من المراكز التي استفادت بالفعل من مشروعات حياة كريمة هنا. نتحدث أيضا عن أكثر من 200 قرية هنا في هذه المحافظة. ولو تطرقنا أيضا بالحديث عن التوابع، هناك أكثر من 3,000 تابع من مشروعات مختلفة لهذه القرى وأكثر أيضا من 200 وحدة هنا في محافظة البحيرة. الأعداد كبيرة ولغة الأرقام كثيرة خاصة بمحافظة البحيرة وتحديدا مشروعات حياة كريمة المتنوعة. ولكن إذا اقتربنا أكثر من مشهد الطبي هنا والصحي من خلال مركز طب الأسرة، أنطلق من خلاله إلى الحالة الطبية العامة في محافظة البحيرة وتحديدا في مركز دمنهور من خلال ترحيبي وهذا اللقاء مع دكتور أسامة البلكي وهو مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي، وأيضا كان من المتحدثين اليوم أمام سيادة الرئيس وطرح العديد من الرؤى والعديد من الأمور الخاصة بالمجال الطبي وفقا لما قمت أنت بالتساؤل أيضا في عدد من الأمور الطبية والمشكلات الطبية التي تؤرق الكثير من المواطنين هنا في محافظة البحيرة وغيرها من المحافظات المختلفة. أرحب بدكتور أسامة معنا على شاشة القناة الأولى والتلفزيون المصري. دكتور أسامة، تحدثنا اليوم أمام سيادة الرئيس عن مشروعات حياة كريمة وخصصت الجانب الطبي بشكل أخص من إنهاء قوائم الانتظار، وكنا في السابق هذه المحافظة يمكن من ضمن المعاناة الكبيرة أكثر من 12,000 من قوائم الانتظار تم الانتهاء منها، وحضرتك شاهد عيان على هذا الأمر، حدثنا عنه ومن خلال كلمتك اليوم أمام سيادة الرئيس. الأول أنا طبعا يعني كنت من المحظوظين اللي أنا أرحب بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض محافظة البحيرة. الحقيقة محافظة البحيرة تشرفت النهاردة بزيارة سيادته، ودي طبعا كانت زيارة الأولى منذ مدة طويلة لم تشرف محافظة البحيرة منذ الستينات منذ عهد سيادة الرئيس جمال عبد الناصر. أول زيارة تبقى في مدينة دمنهور ومركز دمنهور. الحقيقة كان يوم بالنسبة لنا يوم عيد ويوم يعني سعيد جدا.
نتكلم على الكلمة أمام سيادة فخامة الرئيس. كانت حبيت أشكر سيادته على مشروع حياة كريمة، لأن في الحقيقة هو اسم على مسمى. اللي احنا شفناه النهاردة شيء مبهر، أن يبقى في مجمع خدمات فيه كل حاجة في القرية، أن يبقى في وحدة صحية بيها كل الخدمات الطبية يمكن تقديمها، الشوارع مرصوفة، الترع اللي بتخترق القرية مبطنة. يعني الصراحة لأول مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي يبص على ويركز على حياة أهالينا في الريف، ودي كان شيء جميل جدا. وهو يعني تاني مرة بقول اسم على مسمى حياة كريمة. فعلا حياة كريمة أتت إلى المحافظات المختلفة وتحديدا محافظة البحيرة بمشروعات عديدة ومتنوعة، لكن خليني أختص وأخص بالذكر الجانب الصحي والطبي. ونحن أمام مركز طب أسرة قرية الأبعدية بشكل كبير، الأبعدية الجديدة. حدثنا عن ما قمت بسرده أمام سيادة الرئيس من إنهاء قوائم الانتظار، وبصفتك شاهد عيان على هذا الأمر الطبي هنا في محافظة البحيرة وتحديدا مركز دمنهور. الحقيقة أنا في الكلمة أمام فخامة الرئيس أنا اتكلمت على الشيء اللي هو في تخصصي. أنا بصفتي مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي حضرت وكنت شاهد عيان على مشروع مهم جدا، هو كان باكورة العمل الصحي بالإضافة للإنهاء على الفيروسات، الفيروس سي وبي، لكن وإنهاء على فيروس سي تماما من مصر، كمبادرة من المبادرات الرئيسية. لكن كان أنا في مبادرة حقيقة أنا بعتز بها جدا، هي مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، لأن في المبادرة دي رفعت الكاهل المرض والأمراض عن المواطنين في العمليات اللي هي يعني الحقيقة هي عمليات كبيرة ومتقدمة، كان يصعب على المواطن ويصعب على المستشفيات الحكومية إنها تقوم بمثل هذه العمليات. فإحنا في المرحلتين في مستشفى دمنهور عملنا 13412 حالة في جميع كافة التخصصات الطبية متقدمة. يعني كان في جراحات قلب مفتوح 147 حالة، كان في أكثر من 5000 حالة رمض وزرع قرنية ورمض كاتركت، عمليات كاتركت وعمليات إصلاح شبكية، كان في حوالي أكثر من 2300 وكسر يعني ما يزيد أو ما يزيد عمليات تثبيت فقرات عنقية وعمليات مخ أعصاب، كان في 975 حالة عظام مفاصل وتغيير مفاصل المواطنين برغم تكلفتها الباهظة وكده. طبعا كان في برضو لأول مرة كان بيبقى عندنا زرع أعضاء، في 16 حالة زرع كبد تمت، وفي حالتين زرع كلى، وإن شاء الله بننتظر مزيد. ما كانش ممكن نقدر نعمل الكلام ده كله لولا دعم الدولة، ولولا الدولة كانت بتقوم بالدعم في المستهلكات وفي الأسعار وفي الأدوية وفي كمان تجهيز المستشفيات. احنا في الفترة ده أمر يمكن مهم، يعني ليس فقط إنشاء بعض المراكز الطبية طب الأسرة والمراكز التخصصية المختلفة، بل أيضا تطوير وتجهيز للمستشفيات القديمة والتعليمية والعامة وغير ذلك. حدثنا عنه. هو المهم دايما هو المردود والخدمة الطبية اللي بتتقدم. يعني الميزة ان احنا لما بنتكلم مع حضرتك دلوقتي ان في مبنى كبير اتفتح عندنا في، وده مبنى التخصصي يعني احنا بنفتخر بيه، لكن انا اللي سردته ده يعتبر مردود للتجهيزات اللي قامت بها الدولة. المردود ده رجع على مين؟ رجع على المواطن. هي دي الفكرة، ان المواطن البحراوي استفاد استفادة كبيرة جدا من انهاء مبادرة المبادرة الرئاسية انهاء قوائم الانتظار. قبل أن أختم معك دكتور، يمكن لو تحدثنا عن المركز الطبي والتخصصات المختلفة المتواجدة فيه، نستطيع أن نقول أنه نموذج لمستشفى متواجد هنا داخل قرية الأبعدية الجديدة؟ هو طبعا المركز الطبي بيمثل كل الخدمات الطبية الأساسية، يعني إذا كان تنظيم أسرة، إذا كان كشف البطنة وكشف الأطفال، وكل التخصصات الأسنان، الرمد، فهو مركز صحي متكامل. لما يبقى في حاجة زي كده موجودة في القرية بالمنظر ده، وزي ما احنا شايفين كده الطريق اللي احنا واقفين عليه مرصوف، يعني هو أصبح وجه القرية المصرية اختلف تماما، أنا أقدر أقولها كده بكل ثقة. يعني دكتور أسامة البلكي مدير عام مستشفى دمنهور التعليم، بشكرك على التواجد معنا. شكرا يا فندم، شكرا رامي وتشكر.